بسم الله الرحمن الرحيم. في فكرة بسيطة بعملها بس عجبت ناس كتيرة فقلت اقول لكم عليها. الفكرة بكل بساطة ان انا اول ما افتح الويندوز الملف معايا مثلا انا بحتاجه في الشغل بتاعي والاوتوكاد بيتفتح اوتوماتيك. ده بيجي عن طريق ازاي؟ اول حاجة كلمة ستارت والبروجرام باخد الملف اللي هو اوتوكاد 2008 دوت مثلا بسحبه وارميه في الستارت اب واكون دايس كنترول. ونفس الفكرة برضو مثلا ملف جي وورك دوت بشتغل عليه كتير بحطه في اول بروجرام في الستارت اب بحيث اول ما يفتح هتلاقي الورك والاوتوكاد 2008 فتحوا معايا. في حاجة بقى لذيذة جدا ان انا اول ما الويندوز يفتح لي اخر مجلدات انا كنت فاتحهم. يعني انا قفلت الويندوز وفي كذا مجلد مفتوح تلاقيهم اتفتحوا اوتوماتيك، اخر مشاريع كنت اشتغلت فيها او اخر مجلدات كنت فاتحها. تولز فولدر اوبشن من فيو بختار ريستور بريفيوس فولدر ويندوز ات لوجن، بس اول ما اعمل لوجن الاقي الفولدرات اللي انا سبتها وانا بقفل الويندوز موجوده. يعني لما اجي اقفل الويندوز بقفل البرامج واسيب الفولدرات زي ما هي شغال. مثلا في مشروع اسمه مثلا شرفه بركه اي مشروع لازم اتفتح قدامي وابدا اشتغل عليه بدل ما ادور عليه. دي افكار بسيطه فادتني شخصيا وعجبت ناس كتيره فقلت اقول لكم عليها. اخوك عمرو سليم.